الآن بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر أيوب إصحاح 10، وصلنا لعدد 12. قلنا بدأت الحوارات بين أيوب وأصدقائه، كلهم بيتكلموا صح، لأن في ناس اتلخبطت وقالت يعني في آيات مفهومها خطأ. لا، حتى أصحاب أيوب بيقولوا كلام صح بس يتعب، مش في مكانه. الحكمة في إنك تقول الكلمة الصح في الوقت الصح وللشخص الصح. فهما مثلا بيدافعوا عن ربنا وعدله، وإنه يعني دايما غضبه في محله. طب هو بيعتبر إن ربنا غضبان عليه، معنى كده بيقولوا له أنت وحش، فبيتعب أكتر، فبيبتدي يدافع عن نفسه، فهما بيثوروا دفاعا عن الله. ودي صعوبة سفر أيوب، إزاي الآيات في معناها صح حكيمة طبعا حتى لو منسوبة لأصدقاء أيوب، لكن من منظور آخر هي متعبة، هي ما كانتش حكمة منهم لأنها اتقالت لشخص مجروح. ودينا بنحاول نمشي آية آية عشان بقدر الإمكان نوضح المعنى ده. قال له يداك كونتاني، أيوب بيتكلم، وصنعتاني كلي جميعا، أفتبتلعني؟ يعني خلقتني وعملتني على مزاجك، في الآخر تبلعني. أذكر أنك جبلتني كالطين، أفتعيدني إلى التراب؟ ألم تصبني كاللبن وخثرتني كالجبن؟ كسوتني جلدا ولحما، فنسكتني بعظام وعصب. منحتني حياة ورحمة، وحفظت عنايتك روحي. إذن هنا بيتأمل أيوب نفسه في حكمة ربنا، وقلنا عظمة الراجل ده ما شكش في وجود ربنا، ولا أن ربنا اللي خلقه، ولا أن ربنا ضابط الكل، شكش فيه، هو صعبان عليه، وده من العشرة يعني، من كتر العلاقة القديمة، مش فاهم وصعبان عليه التجربة. لكن ما فيش في كلامه يعني نقد أو إهانة أو تجديف على الله بأي درجة. فهنا بيقول له منحتني حياة ورحمة وحفظت عنايتك روحي. فكأنه بيفتكر كل الماضي بتاعه، بيقول له كل يوم في عمري أنا مديون لك. مرة قابلت شخص مريض مرض صعب، وتوقعت منه الشكوى، وهو بقاله كذا سنة في مرض شديد. قال لي ما ينفعش أزعل من ربنا على كم سنة وانساله قبلها حاجة 40 سنة متعني بالصحة، وأنا يعني كنت دافع تمن الصحة دي. هو اداني صحة وبعدين جه وقت حرمني منها عشان أركز معاه. هنا شطارة الإنسان المجرب إن وقت ضيقته يذكر الأيام اللي فيها خير، ما يركزش على أيام الوجع. زي ما قالها أيوب في بداية التجربة، قال الخير نقبل من الله والشر لا نقبل. يعني ياما قبلنا خير، طيب لو جاء أيام صعبة شوية نقبلها برضو. منحتني حياة ورحمة وحفظت عنايتك روحي. مش قادر يقول دلوقتي حفظت عنايتك جسدي، لأن جسده مشوه،
كله قرح وكله أمراض، لكن هو حاسس أن روحه ما زالت محفوظة في يد الله، وهو فاهم كشخص روحاني أن الروح أهم من الجسد. فقال له حتى لو جسدي ده يعني تشوه، ما كده كده هيبقى تراب بكرة، إنما أنت عنايتك حفظت روحي، حفظت روحي من التجديف، من الشك، من الكفر، حفظت روحي من أن أنا أعبد آلهة أخرى زي ناس يعني مشيت ورا الشيطان. فالإنسان لو ما لقاش يعني جسده محفوظ كفاية، يكفي أن روحه محفوظة، لأنه حفظ الله لأرواحنا أغلى كتير من حفظه لأجسادنا. إحنا الأجساد دي كده كده عارفين آخر، لكن أرواحنا دي الأبدية بقى. فإحنا نقول له يا رب نشكرك أنك حافظ أرواحنا، حافظ أرواحنا في يدك في معرفتك. فبيقول له منحتني حياة ورحمة وحفظت عنايتك روحي، لكنك كتمت هذه في قلبك. يعني إيه؟ أعمل لك يا رب وانت بتكتم جواك غرضك وحكمتك. يعني انت كاتم ليه أدبتني؟ انت ما بتقوليش ليه جربتني؟ انا مش فاهم، واللي تعبني اني مش فاهم. هو تعبان من وجعه ومن يعني ألمه النفسي لفقدان أولاده وخسارة كل حاجة، وألمه الجسدي لمرضه، لكن فوق ده كله تعبان كمان ايه؟ انه مش فاهم ربنا. فقال له كتمت هذه في قلبك. وهنا خلونا نتكلم شوية عن القاعدة اللي قالها القديس بولس، لأنها مهمة قوي في التجارب. ما أبعد أحكامه عن الفحص. أنا عارف أن احنا بنقولها كل كم مرة، لأنها هي القاعدة الأساسية في سفر أيوب. من عرف فكر الرب؟ السؤال هنا سؤال استنكاري، يعني إيه؟ لا يوجد أحد يعرف فكر الله تماما. من عرف فكر الرب؟ من صار له مشيرا؟ مين يقدر نقول ده المستشار بتاع ربنا، نعرف منه ربنا بيفكر ازاي؟ لا لا لا، محدش يقدر يعرف فكر ربنا. فقال له انت كتمت هذه في قلبك، انت بتعرفنا يا رب اللي عاوز تعرفه لنا. لكن هل حد فينا يقدر يقول انا عارف كل اللي ربنا بيعمله؟ عارف ايه؟ ما تعرفش حاجة، تعرف قليل جدا. القديس بولس نفسه قال الآن أعرف بعض المعرفة، وشبه معرفته أنه معرفة طفل بهذا العالم. قال لما كنت طفلا كنت كطفل أتكلم وكطفل أفطن، ولما صرت رجلا أبطلت مال الطفل. تصور بقى معرفتك بربنا زي معرفة عيل سنة سنتين، يعرف إيه؟ عن أبوه وأمه وعن الدنيا والشغل والبلد طب لما يبقى راجل هل تقارن معرفته كراجل عاقل بطفل؟ لا. كذلك معرفتك دلوقتي بمعرفتك في السماء لا تقارن. لسه بدري هنعرف ربنا أكتر. فهنا قال له كتمت هذه في قلبك. وهنا في قضية هامة في الألام، في التجارب الألام. ربنا يكتم سبب التجربة، لكن لابد أن يعلنه يوماً. يعلنه إما في حياتك وإما في أبديتك. يعني ربنا مش بيقول لكل واحد بيعمل فيه كده ليه، لا مش نظام ربنا. ما قالش ليوسف هيبهدله في البير والسجن، ما كانش بيقول له ليه، فين بعد سنين شاف. ما كانش بيقول للشهداء لازم هيحصل إيه، لكن في السماء بيشوف. فكتمت هذه في قلبك، يعني يا رب أنت كاتم في قلبك إنك بتحبني ومعتني بيه وسمحت لي بكل العذاب ده. ودي المعادلة الصعبة اللي أنا مش فاهمها. أنا ما شكتش إنك بتحبني ومركز معايا قوي، وكمان اللي قدام عيني عذاب ملوش آخر. ودي حقيقة مكتومة، كتمت هذه. عشان كده تلاحظوا التعبير ده استخدمه القديس بولس الفيلسوف لما قال في العهد الجديد أكتر من مرة السر المكتوم. يعني معرفة الله شبهها بأنها سر مكتوم، مكتوم منذ الدهور. يعني معرفة الله ما زالت يشوبها الغموض. طبعا
إذا كانت إحنا معرفتنا بالإنسان أو بالطبيعة وهذا الكون اللي إحنا شايفينه بعنينا ما زالت مليانة ملايين من الأسئلة. حد فيكو يعرف كل حاجة في الدنيا دي؟ حد فيكو فاهم نفسه 100%؟ حد فيكم فاهم جسده من شعره الرجليه ولا حاجة؟ ده الواحد يعي يبقى مش فاهم إيه اللي بيحصل جوه جسمه، نفسيته تتعب يبقى مش فاهم هو إيه اللي مضايقني أنا مش عارف. يعني الواحد بيحتار حتى مع نفسه. طب هذا الكون الضخم ده حيرة أكتر، طب بقى اللي خلق ده كله؟ يبقى طبيعي أن المعرفة محدودة بالنسبة لنا. فقال له على قد ما أنت محافظ عليا، لكن اللي حصل ده أنت كتمته عني. كتمته عني يعني إيه؟ ليك حكمة أنك ما تقوليش ليه حصل كده، لكنك كتمت هذه في قلبك. علمت أن هذا عندك، يعني أنا عارف أن عندك تفسير. بصوا الحكمة الجميلة بتاعت أيوب، علمت أن هذا عندك. أنا عارف أن هيجي اليوم اللي هتقول لي تعالى أيوب أحكي لك، أنا وجعتك يا ابني وتعبتك، بس أنا كنت بخليك قديس، أنا بعمل لك رصيد في السماء ضخم، أنا بحوش لك أبدية ملايين من السنين قدام كم سنة تعب. أنا خدت ولادك في زمن كانوا كلهم مؤمنين هيموتوا على رجاء وهتقابلهم في السماء، يمكن لو كانوا عاشوا كانوا بقوا وثنيين زي كل العالم اللي حواليهم. ربنا هيجي يقول له، فقال له أنا عارف، أنا عارف إنك هتقول لي، بس أنا مش مستحمل إني مش فاهم. كتمت هذه في قلبك، علمت أن هذا عندك، إن أخطأت تلاحظني ولا تبرئني من اسمي. ما هو برضو خلي بالكم كلام أصحابه على قد ما هو كان ناشف زود وجع ضميره، لأنه هم ركزوا على قولت إيه، أنت وحش عشان كده حصل لك ده كله. فبالرغم أنه دافع عن نفسه وقال لا أنا مش وحش قوي كده، وأغلب الناس أوحش مني وصعبت عليه نفسه، لكن هو ما لغاش التأثر بكلام أصدقائه. قال له طب لو أنا غلط تمسك لي على الوحدة، إن أخطأت تلاحظني ولا تبرئني من اسمي. يعني فيش براءة، ما فيش مسامحة، ما فيش غفران؟ معقول كل غلطة أنا عملتها هتقف لي كده يا رب؟ إن أذنبت فويل لي، وإن تبررت لا أرفع رأسي. حكمة جميلة. يعني إيه؟ أنا لما أغلط يا ويلي، طب لو عملت حاجة عدلة ولا تفرق إيه؟ هتفيدك إيه وإنت يا رب مش محتاج حاجة؟ إن تبررت لا أرفع رأسي. يعني برضو الآية دي مهمة، ليه؟ تؤكد فكرة أن بر الإنسان الخاص به لا يرفع رأسه. هما إيه البر اللي يرفع رأسك؟ بر المسيح. يعني إيه؟ يعني أنت مهما كنت إنسان كويس تقدرش ترفع رأسك قدام ربنا. كويس يعني إيه؟ وفي حد ما بيغلطش؟ الكتاب قال ليس بار ليس ولا واحد. فأنت بررت يعني تهيأ لك إنك كويس، لا لا لا، وطي رأسك وطي رأسك، بلاش فضايح. إنما البر الوحيد اللي يرفع رأس الإنسان إنه يلزق في المسيح، فيبقى إيه؟ بر المسيح اللي سمى العهد الجديد، تستخبى في ربنا تلزق فيه. ليس لي بري بل البر الذي بالإيمان بالمسيح، بولس قال هكذا. أنت بررت لا أرفع رأسي، إني شبعان هوان وناظر مزلتي. رجع تاني أيوب يعني يندب يومه ويرسل حاله، قال له يا رب خليني أصعب عليك، أنا مش فاهم إيه اللي بيحصل وهما بيتعبوني بالكلام، وأنا عارف أني مش بريء وعارف أني خاطئ، وأنا هكابر، ما أنا غلطان زي بقية البشر برضه. إني شبعان هوان، كلمة جامدة أوي، وتقال على رب المجد بروح النبوة، لأن المسيح له المجد شبع هوانا. المسيح له المجد اتهان بالجلد وبالعري وبالضرب وباللطم وبالشوك وبالمسامير وبالصليب، والصليب لوحده هوان، كل أنواع الهوان. إني شبعان هوان وناظر مزلتي، يعني عارف يا رب لو أنا مت وبعدين قطعوني مش هتفرق،
وزلوني بعد الموت، لكن أنا شبعان هوان وشايفه بعيني، ما زلت شايف الوجع ناظر مزلتي، يعني كأنه يا ريتني ما كنت شفت اللي أنا فيه ده. وإن أرتفع تصطادني كأسد، يعني يا رب يوم أحاول أشم نفسي وأقول لك بس ما أنا برضو فيه حتة كويسة، أنت تمسكني زي الأسد كده، الصياد اللي يصطاد الأسد. ثم تعود وتتجبر علي، يعني أنت، هي في الترجمة يعني مش هترحمني لو أنا عملت فيها أسد، هي معناها كده، لو أنا شايف روحي أسد أنت مش هتسكت لي أبدا، حسب لا تكونوا أنتوا أسود قدام الناس عملوا فيها أسود، لكن قدام ربنا لا، خلينا صغيرين قدام ربنا. فقال له أنت بتصطادني كأسد، وكده ابتدى ياخد باله أنه جواه شوية بر ذاتي، شوية إعجاب بنفسه، شوية رضا على نفسه، كان بيرفع راسه على أنه أحسن واحد في بلده، يعني أحسن واحد في الأخلاق يعني، فده كان مقتنع به أيوب. فقال له ما أنت بتصطادني، تجدد شهودك تجاهي، يعني الحكاية مش محتاجة شهود، أنت ممكن تثبت علي الغلط، وتزيد غضبك علي، نوب وجيش ضدي. برضو في الترجمات التانية معناها يعني مش رحمني، نازل علي كتايب ورا بعض، خبطة ورا خبطة ورا خبطة، جيوش علي، تزيد غضبك علي، فلماذا أخرجتني من الرحم؟ يعني أنت، طب أنا اتولدت لي أساسا؟ لو أنا هشوف كل الغلب ده والمر ده ما كنتش جبتني أساسا. برضو ده نفس الكلام اللي قاله في أول إصحاحات الرساء بتاعته، لماذا أخرجتني من الرحم؟ كنت قد أسلمت الروح ولم تراني عين، كنت ما حدش شافني لو أنت خرجتني من الرحم، كنت كأني لم أكن فأقاد من الرحم إلى القبر. يعني لو كانوا خدوني من الرحم على القبر، تعرفين في أطفال تتولد ما فيهاش روح يعني، فيعني ياخدوها من رحم الأم إلى القبر. طب هو بيتمنى بقى يبقى كده، طبعا دي حاجة حصلت خلاص. أليست أيامي قليلة؟ تاني فاكرين لما قلت لكم أيوب فكرتين بيخدروه في الوجع، فكرة يا ريتني ما كنت عشت خالص، وفكرة طب ما الموت قرب يجي، الأيام قليلة. يبقى المتألم جدا مخه بيروح في أي حاجة تهديه، فكأنه عاوز يعيد القصة من الأول خالص، لا كان في صحة ولا كان في غنى ولا كان في عيال ولا كان في حاجة، نجيب من الأول ونقفل على القصة، أو يا ريتها تخلص بسرعة. طيب فبيقول أليست أيامي قليلة، أترك أترك، يعني إيه؟ يعني فكها شوية، يعني سيبني سيبني أخد نفسي لغاية ما أمشي، كف عني فأتبلج قليلا، تبلج يعني بس أخذ نفسي كده أرتاح شوية قبل أن أذهب ولا أعود إلى أرض ظلمة وظل الموت. إذن أيوب فاهم أنه في زمن أيوب ما فيش غير الظلمة، بعد كده الجحيم. كلكم عارفين حسب إيماننا اللي استلمناه أنه بعد الموت قبل المسيح لم يكن هناك غير الهاوية أو الجحيم، ظلام الموت أو ظل الموت. عشان كده حتى داود يقول له لأنك لن تترك نفسي في الجحيم، أنا عارف أن نفسي رايحة الجحيم بس ما تسيبنيش هناك كتير. إلى أن أتى المسيح ونزل إلى الجحيم بعد صليبه عشان يطلع أرواح الأبرار. فهنا بيقول له يعني يا ريتك تريحني اليومين اللي فاضلين، ما أنا كده كده رايح الجحيم برضه، قبل أن أذهب ولا أعود إلى أرض ظلمة وضلال الموت، أرض ظلام مثل دجى ظل الموت وبلا ترتيب وإشراقها كالدجى. يعني إيه؟ هتبقى الظلمة كحل، هو عارف يا عيني، فهو حاسس من وجع لوجع، يعني أنا هسيب الدنيا اللي بتوجع دي واروح على الجحيم يوجع تاني، لكن برضو يمكن الجحيم أرحم من اللي أنا فيه. أرض ظلام مثل دجى ظل الموت وبلا ترتيب وإشراقها كالدجى. معلش أنتهز الفرصة وأقول لكم حاجة الناس متلخبطة فيها اليومين دول،
هل جهنم مجرد حالة معنوية ولا عذاب بجد؟ لأنه فوجئنا في ناس طلعت تقول إنها إيه، لا ده موضوع مجازي. إيمان كنيستنا إنه يوم القيامة الأبرار هيقوموا بأجساد والأشرار هيقوموا بأجساد، أجسادهم. وزي ما الأجساد أجساد الأبرار تنعم أو تستنير، وبنسميها أجساد مستنيرة أو منيرة أو ممجدة، أجساد الأشرار تعذب. فما ينفعش حد يصور جهنم على أنه مجرد حالة بعد عن الله، لا، هي أكتر من كده، هي عذاب، هي نار أبدية. طب واحد بقى يعترض ويتفلسف يقول طب ما هي لو النار جت على جسم هيخلص في نص ساعة بالكتير، إزاي يبقى عذاب أبدي أو نار أبدية؟ ما هو زي ما النعيم أبدي العذاب أبدي، وربنا عنده قدرة. طب وهو الجسد يستمر للأبد إزاي؟ مش دي معجزة؟ أجسادنا النورانية هتكمل بدون انحلال ولا اضمحلال إلا لأنها معجزة. كذلك الجسد إزاي يكمل في النار بشكل مستمر؟ ده عمل إله، حكمة ربنا. لكن التقليل من وصف العذاب الأبدي ده للأسف ساعات يبقى حيلة من الشيطان تخلي الناس تستهين بالإيه؟ بالعذاب، فيقول لك يا عم إن كنا نتحرم بكرة من ربنا ما احنا كده كده مش عاوزينه. فمحصلة بعض، في ناس قلبها وحش، قلبها قاسي. لكن الكتاب وصف العذاب عذاب صعب، صرير الأسنان، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. لدرجة المسيح عشان يوصف قد إيه الحكاية صعبة قال له خير لك إنك أنت تعيش أعور من أن تلقى في جهنم النار ولك عينان. يا واحد يعيش أعور ولا أقطع ولا أسهل؟ آه طبعا أسهل. يبقى ربنا يسوع بيتكلم عن عذاب حقيقي، لأنه عمل مفاضلة بين أي عذاب في الدنيا والعذاب الأبدي أصعب. المسيح نفسه عمل المفاضلة دي. كمان سفر الرؤيا شرح أنه النار الأبدية فيها عذاب مستمر، وشرحها في أكتر من إصحاح وبأوصاف تخوف. طب كل ده احنا هنقول مجازي برضو؟ طيب سماها المسيح في متى 25 النار الأبدية المعدة لإبليس، نار أبدية، وسماها عذاب أبدي، ودانيال سماها الإصدراء الأبدي، وتسمت كمان الموت الأبدي والظلمة الأبدية. كل دي تعبيرات خوف. إذن حسبه من اللي بيوصف القيامة بشكل مجازي، لأن ده أحد جوانب التشكيك في طبيعة يوم القيامة. يوم القيامة هنقوم بأجسادنا، عشان كده هنعرف بعض، لكن الأجساد هتكتسب صفات أخرى، صفات الدوام، الدوام أيا كان الحال. ففي دوام مع المسيح في الملكوت، وفي دوام مع الشيطان بعيد عنك في جهنم. وبالتالي كما أن الجسد هنا يكافئ، هناك الجسد أيضا يعذب. المثل اللي حكاه المسيح عن الغني والعازر، مش كلكم فاكرين أن الغني اشتكى أن النار لسعاه، فقال له خلي بس العازر يبل طرف لساني. طب ده معناته ايه؟ في عذاب بجد؟ هم يجوا في الحتة دي يقول لك لا، ما هو ده مثل، ده مجاز. لا معلش، مش كون المسيح حكى مثل او حكاية يبقى تاخد المعنى المجازي براحتك، ما يقصدش كده. لا، لانه تفسير الاباء وتفسير الكنيسة ده معناه ان في عذاب بجد. فهنا بيقول ارض ظلاما مثل دوجة ظل الموت وبلا ترتيب. بلا ترتيب يعني ما تعرف لهاش نهاية من كتر العذاب اللي فيها. ربنا يحمينا كلنا. وإسراقها كالدجى، يعني حاجة ما بتخلصش أبدا. بصوا أحباء، إحنا في وعظنا عموما ككنيسة قبطية ما نتكلمش كتير عن جهنم والجحيم، مش لأننا يعني ما عندناش الحقيقة دي، لا عندنا، بس لأننا نحب ندي رجاء للناس. فنتكلم عن السماء،
نتكلم عن الملكوت، نتكلم عن حضن الله وأحضان القديسين وحلاوة الحياة الأبدية. لكن لو لقينا الناس بتتدلع لا هنتكلم عن جهنم بقى لازم. وده مش نوع من الإرهاب الفكري، ده الحقيقة كده. والواحد لما يشوف الحقيقة كويس انه يبقى عنده رجاء ويبقى عنده خوف، وده توازن طبيعي في حياتنا المسيحية، ان الواحد يخاف عشان ياخدها جد. كل يوم بنقول يجازي كل واحد حسب عمله. طب لو كل اعمالك بطالة وحشة متوقع ايه؟ وعشان كده الاباء القديسين كلهم اجمعوا قالوا زي ما الملكوت درجات، جهنم درجات، برضو الفردوس نفسه درجات والجحيم درجات. وبعدين اقول لكم حاجة، واحد زي ايوب اتعذب كل العذاب ده يستحق مكافآت عالية جدا. طب واحد خد كل حاجة مريحة في الدنيا زي في مثل الغني الغبي او الغني والعازر، المسيح نفسه قال له ايه؟ انت استوفيت خيراتك على الارض. مش خدت كل الدلع في الدنيا؟ لا حسيت بحد ولا خدمت حد ولا رحت تتعب مع حد ولا شاركت حد وجعه ولا شفت تعرفش الوجع ده شكله ايه. خلاص انت خلصت كل اللي ايه الراحة اللي كانت يعني ممكنة. انت استوفيت خيراتك. هو استوفى البلايا، يعني هو بقى شاف كل انواع البلايا العازر ده. فهو الان يتعزى وانت الان تتعذب. ربنا يحمينا من كل فكر غريب بيدخل تحت شكل فلسفي مزين وكلمات براقة. لا، خلينا زي ما استلمنا من طفولتنا كده. احنا ربنا يحمينا من النار الأبدية، احنا نتعلق بالمسيح وناخدها جد ونتوب ونتصبر على الوجع. نتصبر على الوجع مهما كانت أوجعنا هنا. طب ما هي دي بتقفل في وشنا الوجع الأبدي. طب ما ربنا بيسمح بشهداء يقعدوا سنين في العذاب. طب يا رب دول مش ولادك، تسيبهم يتعذبوا ده كله وعلى يد ناس مضطهدين بيكرهوك؟ ليه تعمل كده في ولادك يا أخي؟ أنت بتبص على النهاردة، بص على الأبدية. كل ثانية من لحظات وجعهم هنعملها بسنين في السماء. سيبهم بقى يعملوا رصيد، سيبهم يطلعوا أكاليل، يعملوا مجد أبدي. ندخل في إصحاح 11. فأجاب صوفر النعماتي، نمرة 3 بقى انفعل. ما كل واحد ياخد له جولة مع أيوب. فكان في قبل كده ايه ألي فاز التيماني وبلدد الشوحي، جه نمرة 3 الأخ صوفر ده، فايه مش هيسكت له. ما هو برضو قال له ايه يعني في حاجات ما بتعجبهمش، لما شوية يقول له يعني خف عني يا رب أو كفاية كده، أو ما بتعجبهمش الحتة دي. قام دخل فيه شمال أكتر من اللي قبله، قال له إيه؟ أكثرة الكلام لا يجاوب أم رجل مهزار يتبرر؟ أنت هتقعد تلك كده في الكلام وخلاص، ولا هتفضل بس تهرج وإحنا ساكتين لك؟ في واحد يروح يعزي واحد يقول له كده، والتاني عيني بتلوى في الوجع لأنه لسه جسمه مشوه تماما بالقروح. شوفوا بقى لما واحد يعني ينسى خالص واجب التعزية وواجب الحب والتعاطف، ويبقى عقله هو بقى اللي ايه يعني يتصدى للعقل. الموضوع مش عقلاني حبيبي بالراحة، لا انت فاهم ولا هو فاهم، دي حكمة فوق الفاهم. فهنا دخل في شمال وقال لهم اتهموا انت اصلك كتير الكلام يا ايوب. بقى ايوب اللي كتير الكلام، ولو اتكلم برضو حقه من كتر الوجع. قال له يعني انت فاكر احنا ساكتين لك؟ احنا نقدر نتكلم. اكثرة الكلام لا يجاوب، يعني مهما اتكلمت كتير احنا عندنا اجابات. ام رجل مهزار يتبرر؟ بقى طلع ايوب دلوقتي اللي مهزار، هيهزر على ايه في الحالة دي؟ هو لمجرد انه يعني شوية لمح انه ده كتير عليه اتهم انك بتهزر. قال له انت لا يمكن تتبرر بعد الهزار ده. اصلفك يفحم الناس؟ اتهم تهمة اخرى بالايه؟ الصلف. الصلف يعني ايه؟ يعني العند والكبرياء. الانسان المتصلف والانسان العنيد المتكبر اللي طالع فيها. قال له انت كمنك يعني متكبر هتفحم الناس؟
طب أيوب هيتكبر دلوقتي، طب لما كان كويس كنا ممكن نقول متكبر، دلوقتي لا حيلته حاجة ولا معاه حد وبيتمنى الموت طول الوقت. منين قلت عليه متصلف؟ بصوا الأحكام ساعات تطلع قاسية ازاي. على فكرة لما شخص يتهم شخص بالكبرياء غالبا الأولاني هو المتكبر. مش بالساهل الواحد يحكم على حد انه متكبر فحسبه. فهنا صوفر ده اتهم أيوب انه متكبر. أم تلخ وليس من يخزيك، يعني برضو ايه عمال تتكلم كده ومحدش عارف يسكتك. إذ تقول تعليمي ذكي، هو ما قالش الكلمة دي بس يعني تعليمي ذكي يعني أنا مش بغلط، يعني أنا اللي بقوله دايما صح. هو اتهم أيوب أنه بيقول كده، مع أن أيوب لو فاكرين قال له طب فهمني يا رب ليه بيحصل كده. يعني هو الرجل قال كلام كتير يدل على تذلل برضه وعلى شكوى، واحد بيشتكي واحد متذلل وبعدين ساعات يعترض. إذ تقول تعليمي ذكي وأنا بار في عينيك، ده هو لسه بيقول ده أنا لو بار برضو أنت هتشوفني غلطان يا رب. فهو مش بيقصد أنه بار بجد، يعني قال له أنت شايف نفسك بار وشايف نفسك ما بتغلطش وكتير الكلام وبتهزر على ربنا وطالع فيها وعنيد، وأنت فاكر ما نعرفش نرد على واحد زيك، معزون متعبون جداً ارحمنا يا رب لألا نكون احنا في وقت بنعمل كده. كتير يبقى معانا شخص تعبان نفسيا، بدل ما تطبطب عليه وتشجعه وتقول له وبعدين في الوش النكد ده وبعدين في اللغة دي، هو التعبان يكملوا عليه. ساعات نعمل كده كأننا مش مستحملينه. طب هو تعبان مش مستحمل نفسه، هو مش مستحمل نفسه احنا نستحمله. لكن واحد تعبان لدرجة مش مستحمل نفسه نلومه ونشد عليه بالأكتر، دي قسوة. ولكن يا ليت الله يتكلم ويفتح شفتي معاك. يعني ايه ربنا يكلمك بقى ويفوقك. يعني عموما الرغبة اللي قالها صوفر دي ربنا كان نويها، عشان كده ربنا فضل ساكت ساكت ساكت، وفي الآخر ايه ربنا تكلم فتح شفتيه ونطق وخاطب أيوب. لكن خليني أنسى صوفر وتهكمه، تعالوا نقول الآية دي ونفكر فيها كده. يا ليت الله يتكلم، كلمة جميلة أوي. ليه؟ لما تكون تعبان قوي فعلا يا ليت الله يتكلم ويفتح شفتيه معاك، لأنه ما حدش يعرف يعزي أو يريح غير ربنا. يا ريتك يا رب تقول حاجة. عشان كده أفضل شيء لما تلاقي نفسك تعبان قوي قول له يا رب اتكلم، أنا مش عاوز كلام بشر، مش عاوز الناس تيجي تقول لي أصلها كلها كده والدنيا مش عارف إيه وكلام بتاع تعزيات ده، لا 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 أنا عاوزك أنت اللي تتكلم. يا ليت الله يتكلم ويفتح شفتي معك. ولو رحت تعزي حد أرجوك صلي كويس وقول له يا رب تكلم أنت، لحسن يكون كلامي متعب، لحسن أكمل عليه، لحسن أكون فاكر أن أنا بحط مرهم كويس والمرهم يأذيه. يا ليت الله يتكلم ويفتح شفتي معك ويعلن لك خفيات الحكمة أنها مضاعفة الفهم، فتعلم أن الله يغرمك بأقل من اسمك. يقول كلمة حلوة ويرجع يقول كلمة صعبة. يعلن لك خفيات الحكمة، يعني ربنا لما يتكلم هيبتدي ياخدك حتة حتة كده ويكشف لك عن كل شيء مخفي. وتاني بقول لكم كل ما تقرب من ربنا كل ما ربنا يكشف لك خفايا، لكن كده كده لما نروح السماء هيكشف لنا الباقي. عشان كده في آية عجيبة في عاموس تقول إن الله لا يصنع أمرا إلا ويخبر عبيده الأنبياء، يعني القريبين ليه قوي ربنا يجي يقول لهم أنا هعمل كده. مش أي حد يعرف الحاجات دي بس القريبين يعرف، فيبقى ربنا بيكشف لهم خفايا لأنهم قريبين ليه. وعشان كده يا بختك لو قربت من ربنا، ربنا
هتبقى معرفتك بيه مختلفة عن معرفة الناس، مستوى العلاقة أعلى. قال عن أمنا العذراء وهي أقرب إنسانة في التاريخ لربنا، كانت تحفظ جميع هذه الأمور متفكرة بها في قلبها، كانت عارفة أسرار كتير وفهم حاجات كتير أوي. فهنا يعلن لك خفيات الحكمة. إذن خفيات الحكمة مش ذكاء، مش واحد ذكي ولا بيقرأ كتير قوي فيعلن له الخفايا. لا، خفايا الحكمة يعني أسرار الله تعلن للقريبين من الله، تعلن. كلمة إعلان هنا مهمة قوي. ليه؟ لأن الموضوع مش نظريات، مش فلسفات، مش اجتهادات. ربنا هيحكي لك عن ما يخفى عن كل إنسان. لما نيقوديموس كان طالع فيها وقاعد مع المسيح كده، عاوز يقول له ما احنا معلمين زي بعض كده، يعني عاوز يفرد عليه كده، فقال له بص، إن كنت قد قلت لكم الأرضيات ولستم تفهمون، ماذا لو قلت لكم السماويات؟ يعني ده أنا بكلمك في المعمودية ما انتش فاهم، أما لما أحكي لك عن السماء واللي فيها، ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. الرجل ته منه خالص، لأنه نيقوديموس عامل نفسه بيفهم، علامة. فالمسيح له المجد حب يفوقه، أنت الأمور الإلهية دي مش شطارة من الإنسان، دي يخفيها عن الحكماء والفهماء ويعلنها للأطفال. فالموضوع ما ندخلوش كده نيقوديموس يعني بمعلمة، يعني لأنه هو كان داخل كده فاهم أنه أنا ناموسي ومذاكر كل حاجة، فقال أنت مش فاهم حاجة. يعلن لك خفيات الحكمة. يبقى تعالوا نرجع لفكرة يا رب فهمني، عرفني نفسك، علمني. صدقوني كل ما الواحد وقف جاهل قدام ربنا، كل ما طلع عارف ربنا أكتر. مصيبتنا أن الواحد بيزعم أنه عارف ربنا كويس، أو بنقف نكلمه كأننا لمينه كده في دماغنا تمام. يعني ده خطر علينا، احنا ما نعرفش حاجه كما يجب ان نعرف. وويل للحكماء في اعين انفسهم، وان ظن احد انه حكيم بينكم فليعلم انه جاهل لكي يصير حكيم. يعلن لك خفيات الحكمه انها مضاعفه الفهم. كلمه مضاعفه الفهم مقصود بيها اذا كنت فاهم في ضعف وضعفين وتلتات، او يعني انت فاهم شوي، لا بس اللي انت فاهمه ده سنة أولى، ده في لسه 5 و6. فعارفين بقى لما طفل يكون طالع من المدرسة في سنة أولى فيعتبر نفسه خلص تعليم، فاهم كل حاجة وعرف الذرة يعني وعرف كل حاجة. يا ابني دي سنة أولى، كمنك جبت 9 من 10 خلاص، فرحان بروحك، ده انت لسه بكرة تشوف. فساعات في ناس تبقى كده، سمعت لك موعظة مثلا يتهيأ له خلاص كده، هو وأثناسيوس أصحاب يعني، وأوريجانوس على قده خالص وحاجات كده، ويبتدي يفتي. لا، الموضوع أبسط من كده، خليك متواضع، لأنه في مضاعفة الفهم. يعني أيوب في آخر رسالته، آخر السفر ده، هيقول له طلعت ما كنتش عارفك خالص. شوفوا أيوب البار، الراجل العظيم ده اللي مع قسوة التجربة ما جدفش وما غلطش، آخر السفر هيقول له ده أنا ما كنتش أعرفك. طب نطلع إحنا نقول نعرفه كويس إزاي؟ قال له بسمع الأذن سمعته عنك والآن رأتك عيناي، كنت بسمع عنك بس، لكن دلوقتي ابتديت أشوفك. موسى بعد سنين من العشرة مع ربنا يقول له ممكن أشوفك بقى؟ لسه هتشوفه، ده بقالك سنين ماشي معاه وعمود النار طول النهار وعمود السحاب. قال له لا، أنا عاوز أشوفك بقى، أرني مجدك. قال له أكتر من كده خطر، لا يراني الإنسان ويعيش. وفضل يزن، عاوز أشوفك. ليه؟ لأنه معتبر نفسه أنا مش عارفك لسه. شوفوا موسى النبي القريب من ربنا يقول له أنا لسه مش عارفك، ويطلع واحد عرفش حاجة يقول لك أنا عارف ربنا كويس أوي. يعلن لك خفيات الحكمة أنها مضاعفة الفهم، فتعلم أن الله يغرمك بأقل من اسمك. على قد ما الكلمة صعبة على أيوب، لكن هي كلمة صح.
صح علينا يعني. الله يغرمك من الغرامة بأقل من اسمك، اسمك بس. يعني ايه؟ عارف الغرامة على كل كذبة ايه؟ فاكر حنانيا وسفيرة؟ الغرامة ايه؟ تقع ساكت. تعال نعد كم مرة كذبت في حياتك؟ زعلان من شوية شدت ودن؟ شدت ودن ايه؟ ده الله يغرمك بأقل من اسمك. تخيل واحد عليه غرامة 10,000 جنيه وبعدين ايه؟ نزلوها له 100 جنيه ويقعد يتخانق. يا عم خليك ساكت، خليك ساكت. انت لو عارف اصل الغرامة شكلها ايه هتبوس ايديك وش وظهر. فهنا الله يغرمك باقل من اسمك، دي حكمة، لان من رحمة ربنا هو لا يجازينا حسب عملنا بالحرف طبعا، انما يحمل كل خطايانا على دمه، يشيل هو كل الشيء الذي. وإن كان هيغرمنا يعمل لنا غرامة كده عشان نتعدل، لا دي غرامة قليلة قوي بالنسبة للمفروض. تعبير ده استخدمه عزرة في صلاته. عزرة ده كان شخص عظيم. فعزرة 9 اكتشف ان اليهود زاغوا واتجوزوا وثنيات وتلخبطت الحكاية خالص، وهو كان شخص تقي مستقيم جدا. قاعد يا عيني يبكي ويصلي وصايم ومش مصدق، وقال له يا رب ارحمنا لان احنا بصراحة نستاهل اكتر كتير من اللي انت عملته فينا. وقال له انت غرمتنا اقل كتير من حقنا. هو نفسه قال كده. قال له احنا زعلانين من السبي وعمالين نقول ليه سبتنا وليه زلتنا وسط الشعوب، طب ده احنا كنا نستاهل اضعاف اضعاف. هو نفسه قال كده في صلاته. الله يغرمك بأقل من اسمك، معناها لو حصل لك حاجة في حياتك قل له أشكرك يا رب، إن كانت دي الغرامة تبقى كويس قوي اللي جت على كده، ده أنا كنت أستاهل الذبح، كويس إنها جت على كده. فيبقى الواحد يتقبل أي وجع أو أي ظلم أو أي تعب ويعتبرها غرامة. يعني طبعا مش بتشيل الخطايا، ما بتتشالش بالغرامة، بتتشال على المسيح له المجد، لكن دي حاجة بسيطة قوي مقارنة بحق الواحد في العقاب. أإلى عمق الله تتصل أم إلى نهاية القدير تنتهي؟ ما زال سوفر بيتكلم وبينقد أيوب وبيعتبره تطاول على الله وبيعتبره دافع عن نفسه بزيادة أو طالع فيها. قال له انت شايف روحك دخلت في عمق الله؟ برضو على قد ما الكلمة ناشفة بالنسبة لأيوب، لكن هي كلمة صح. من فينا دخل إلى عمق الله؟ اللي هي بالضبط من عرف فكر الرب. إلى عمق الله تتصل، جبت آخر ربنا، عارف ربنا ماشي الدنيا دي ازاي، ليه سامح بالشر ده كله، ليه في حياة كل شخص فيه بركات وفي ضيقات، ما تقدرش تعرف ده كله. أم إلى نهاية القدير تنتهي؟ هي بالضبط آخر ربنا يعني وصلت له خلاص؟ ما ربنا ملوش آخر أساس. نهاية القدير ده تعبير مجازي، يعني القدير ليس له نهاية. لكن أنت افتكرت يا أيوب أنك أنت عرفت ربنا من آخره خلاص. هو أعلى من السماوات، فماذا عساك أن تفعل؟ هتعرفه منين؟ هتجيب آخره ازاي؟ هو فوق السماء كلها. طب انت هتعرفه ازاي؟ شبه اللي قالها اشعياء، كما علت السماوات عن الارض علت افكاري عن افكاركم. عشان كده من الكلمات الحلوة اللي الواحد ممكن يقولها في الصلاة لما يكون متضايق، يقول له يا رب انا مش فاهم، مش انت غلطان او ده كتير، انا مش فاهم. دي ما تزعلش، ودي طبيعية، انا مخ صغير، انا غبي، هفهم ايه يا رب من كل اللي انت بتعمله ده؟ بس انت ايه؟ عمل اللي انت شايفه، شوف مصلحتي واعملها. انا عارف انك طيب ولا تشاء ان يهلك احد، خلاص انا مش هقول لك لازم تعمل ايه بالظبط، اعمل اللي انت شايفه. هو اعلى من السماوات فماذا عساك ان تفعل، اعمق من الهاوية فماذا تدري. يعني لو هتجيبها فوق فوق قوي قوي، لو تحت تحت قوي قوي، فانت ايه ما تعرفش اوله من اخره.
أطول من الأرض. تشبيهات كلها لمجرد محاولة فكرة تقريب فكرة اللامحدودية الخاصة بالله. الكرة الأرضية دي كلها يوصفها أشعياء يقول لك دي زي إيه؟ نقطة من جردل وتقع، حفن التراب كده على إيد ربنا. كل البشر، كل الكواكب، ويحط النجوم كده زي إيه؟ يبقى بيتفرج عليهم كلهم. النجوم دي يطلعوا مليارات نجوم، مش ملايين حتى، وكل نجم أكبر من الأرض آلاف المرات. إيه ده كله ده؟ إيه الدنيا الواسعة دي كلها؟ والإنسان طالع فيها وفاكر نفسه هو إيه؟ هيحرك العالم كله. الكون كبير قوي، ربنا أكبر لأن هو اللي عامله. أعمق من الهاوية فماذا تدري، أطول من الأرض طوله وأعرض من البحر. وبيجيب آخر حاجة يعرف البحر عريض قوي، لأنه في زمانهم ما كانش حد بيعدي البحر يعني. إن بطش أو أغلق أو جمع فمن يرد. يعني لو ربنا حط واحد كده وإيه أغلق عليه، حد يقدر يقول له بتعمل كده ليه؟ لو بطش بيه، لو عاقبه أي عقاب، حد يقدر يقف لربنا؟ فهنا تاني بنقول الآية سليمة في مضمونها، لكن توجع لما توجه لشخص هو في شدة الوجع. فقال له ربنا يقدر يعمل أي حاجة. إن بطش أو أغلق أو جمع، جمع الإنسان يعني في قبضته كده، فمن يرده؟ لأنه هو يعلم أناس السوء ويبصر الإثم، فهل لا ينتبه؟ تفتكر ربنا مش منتبه؟ هو ربنا مش هيميز الصح من الغلط؟ أحيانا في لحظات ضعف إيماننا يبقى الواحد بيقول له زي حبقوق كده، مرة قال له كده، قال له عينيك أطهر من أن تنظر الشر، فلماذا تنظر الشر وتصمت؟ يعني عينيك ما بتستحملش تشوف الشر. طب احنا متعودين على المنظر بتاع الشر ده، الظلم والخراب والكذب، انت يا رب تكره الشر جدا، عجبك المنظر اللي في الدنيا ده، ازاي مستحمله؟ حبقوق بيقول لربنا كده. فهنا هل لا ينتبه؟ وانت مش تفتكر ان ربنا ما خدش باله ان في واحد تعبك؟ لا واخد باله طبعا. تفتكر ربنا ما خدش باله انك من اجل الله احتملت الظلم؟ واخد باله طبعا. احيانا الواحد يفتكر ان ربنا فاتت عليه، مفيش حاجه بتفوت عليه طبعا، لا الخير بيفوت عليه ولا الشر بيفوت عليه. ده ادق الخطايا الافكار هو ينتبه ليها، واقل عمل حلو ربنا ينتبه ليه برضه. كأس ماء بارد لا يضيع اجره. فافتكر معنى الله ينتبه. ينتبه يعني ايه؟ يعني مدقق كويس قوي ومتابع كويس قوي، وبالتالي ما تخافش. هو ممكن يتأخر بس إله عادل وقاضي عادل ولازم يظبط الأمور. أما الرجل ففارغ عديم الفهم، يعني الإنسان ده فاضي، عشان كده يبرطم ويفتكر نفسه إيه هيمشي الكون، وده صح وده غلط، وأنا لو قاعد مطرحك يا رب كنت زبطتها. زبطت مين يا عم أنت؟ الإنسان فارغ عديم الفهم. وكجحش الفرق يولد الإنسان. جحش الفرق ده زي الحمار الوحشي كده، وده ما يدخلش في مكان، يعني ما يتربرش زي الحمير والبهائم العادية، يحب البرية. عشان كده ذكر وأرمية ضمن ما كان بيذكر شعب إسرائيل أنه يحب البرية. البرية يعني البعد عن ربنا. فقال له يا أتان الفرق أحببت البرية، يعني مش عاجبك ربنا وعمال تجري في الدنيا. الرجل فارغ عديم الفهم، يعني الإنسان مهما عرف يطلع فاضي في الآخر. وكجحش الفرق يعني إيه؟ زي الحيوان التايه يعني، لو ما كانش ربنا يوجهه ويعرفه يبقى زي حيوان شريد. إن أعددت أنت قلبك وبسطت إليه يديك. بصوا بقى، صفر هيلجأ إلى حكمة جميلة تصلح ولا تصلح. تصلح لبعض المجربين بس في حالة معينة، لما يكونوا إيه يعني واقفين على رجليهم شوية، شمين نفسهم شوية، وفي رصيد حب جامد، اللي هي الدعوة للتوبة. يعني إيه؟ إحنا قلنا لو هتروح تسند شخص
زي صوفر، يعني هتاخد مكان صوفر وأليفاز وبلدد والناس دي. أول قاعدة تقولها الله أعلم، ما أبعد أحكامه، ما تدعيش أنك فاهم اللي حصل. اتنين، أظهر الحب، أظهر التعاطف، ابكي معاه، ما تقعدش إيه، تقعد بعقلانية تحلل الموقف، الحكاية مش محتاجة عقل في اللحظة دي. ثلاثة، صبره بالأبدية. أربعة، أكد له أن ربنا لسه بيحبه مش رفضه. ففي كده خطوط واضحة في التعزية السليمة. من ضمن الخطوط الواضحة أنه لو اللي قدامك يحتمل شجعه على التوبة، لأن ساعات تكون التجربة خبطت في شخص هو كان مدي ظهره لربنا وكان عنيد وبيكابر فعلا، فجت علقة سخنة كده الغرض منها ايه؟ تعدل لي بقى، بص لي بقى، ارجع بقى، كفاية. ساعات بتبقى كده. بس مين يقدر يقول للشخص كده مواجهة دي عاوزة بقى حكمة عالية وفي وقت مناسب، ويكون اللي قدامك يحتمل المواجهة دي؟ طبعا أيوب ما نقدرش نقول ان دي اللي تنطبق عليه، لان أيوب كشخص كان بار فعلا او كامل او ملتزم قوي مع ربنا، يعني ما كانش في خطايا كبيرة يعني او في سلوك رديء يستحق كل ده. لكن طبعا ما فيش حد مش محتاج توبة، بس دي تصلح بالاكثر مع الناس اللي فعلا تتجاهل ربنا في حياتها. فلما تيجي تجربة بيبقوا جواهم صوت بيقول لهم ما هو انت اصلك سايب ربنا خالص، بيبقى عنده الاستعداد يستقبل. فهنا بيقول له بقى سكة التوبة، بيقول له ايه؟ ان اعددت انت قلبك وبسطت اليه يديك، يعني ما تيجي تراجع قلبك يا ايوب وترفع ايديك لربنا، ما تيجي نرجع له، ما تيجي نقول له ما تسامحني يا رب، ما تيجي تشوف قلبك وتعتذر عن كل اللخبطة اللي في حياتك. ان ابعدت الاسم الذي في يدك، يبقى دي دعوة توبة. يبقى أنا صفر لجأ لحكمة جميلة مفيدة، لكن مش لأي حد برضه، لكنها تصلح أنك تشجع شخص مجرب على التوبة. ابعد الاسم من حياتك، يمكن التجربة الشديدة دي الغرض منها إيه؟ تقفل على الشر اللي في حياتك كفاية. إن أبعدت الاسم الذي في يدك ولا يسكن الظلم في خيمتك، حينئذ ترفع وجهك بلا عيب وتكون ثابتا ولا تخاف. يبقى لما تطلع الشر اللي من حياتك يبقى لك عين تقف قدام ربنا وتقدر تقابله. يوم ما تقابله بتقابله بضمير صالح، لأنك قفلت على الشر، لأنك تنسى المشقة دي. كل ده لو تبت، يعني لو تبت المشقة هتتنسي. كمياه عبرت تذكرها، كأنه إيه؟ شوية مية اتدلقوا كده وخلاص عدوا. وفوق الظهيرة يكون حظك، يعني مقصود بها نصيبك يبقى في عز النور. بصوا دي كلها وعود للتائبين. التائب الوجع في حياته ينتهي على خير، والتجارب في حياته طالما تاب تنتهي بركة، وفي الآخر ينور زي عز الظهر، فيبقى نصيبه مع المستنيرين لأنه استفاد من التجربة بالتوبة. عشان كده يقول واحد زي يوحنا الدرجي قديس عظيم، يقول إيه؟ المتواضع حين تأتيه تجربة يركض إلى التوبة. المتواضع لما يتخبط يقول سامحني يا رب، يجري على التوبة على طول. يعرف أنه ما يقعدش يقول أصله وفصله، لا لا أنا وحش فربنا بيأدبني عشان أنا استاهل أكتر من كده، أنا لازم أرجع له، لازم أركز معاه، فينتبه إلى التوبة. حينئذ ترفع وجهك بلا عيب وتكون ثابتا ولا تخاف، لأنك تنسى المشقة كمياه عبرت تذكرها. وفوق الظهيرة يقوم حظك، الظلام يتحول صباحا وتطمئن لأنه يوجد رجاء. التوبة تعمل طمأنينة، ده معنى مهم أوي. ضمير الإنسان ما يرتاحش أبدا طول ما قافل على خطيه، مش ممكن يرتاح. لما الإنسان يتوب تطمئن ويوجد له رجاء. أول ما يتوب يحس بسلام ويحس إن في أمل أدخل السماء. لي عين أقول له يا رب طب خلاص ننسى اللي فات كله بقى وإيه وإقبلني. لكن بدون توبة لا في طمأنينة ولا في رجاء. التوبة هي اللي ترجع ده. طا
تطمئن لأنه يوجد رجاء تتجسس حولك وتضطجع آمنا. يعني تبقى إيه بتبص حواليك وبتستنى اللحظة اللي تنام فيها عشان هتنام بارتياح، يعني هتحط رأسك ومش خايف لأنك رجعت لربنا. تربض وليس من يزعج ويتضرع إلى وجهك كثيرون. لو تبت أنت نفسك تبقى حياتك هادية، كمان يربط كده زي الحيوان الرابض يعني في مراعي خضر يربضني مرتاح. ويتضرع إلى وجهك كثيرون، يعني يجي لك الناس يقولوا لك إيه صللنا، أنت صلاتك حلوة. ليه؟ أصلك تائب. التائب يقرب من ربنا فتبقى صلاته حلوة. لكن لو واحد عايش في خطية، لا، صلاة الأشرار مكرهة الرب. إذا صوفر دعا أيوب للتوبة، بس هو دعا في وقت هو مش محتمل لأنه هو نفسه بيلوم نفسه، لكن ما قاله صوفر عن التوبة وبركتها كلها مظبوطة. أما عيون الأشرار فتتلف ونصيبهم يباد ورجاءهم تسليم النفس. يعني إيه؟ يعني الشرير هيكمل حياته ملوش رجاء في السماء، ملوش نصيب، ويفضل في فزع وخوف لآخر حياته. لإلهنا كل مجد وكرم. ناخد آية واحدة. تطمئن لأنه يوجد رجاء. يلا قولوا معايا، تطمئن لأنه يوجد رجاء. كمان مرة، تطمئن لأنه يوجد رجاء. تفضلوا نصلي. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة. محبة الله الأب، نعمة ابنه الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام. سلام الرب يكون معكم.